بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية قواعد لغة في الفقرة إن شاء الله سنرى j'apprends à accorder les adjectifs de couleur au pluriel أتعلم وافقت نعوت الألوان في الجمع نعوت أو أوصاف اللون في الجمع مثلا عندما أقول باب أزرق في الجمع سأقول أبواب هل سأقول مثلا أزرق طبعا سأقول مثلا زرق إذن هنا عملت موافقة بين هذا الادجكتيف دو كولور نعت اللون ثم الاسم المنعوت الموصوف إذن هذا الذي سنتحدث عنه هنا j'apprends à accorder les adjectifs de couleur au pluriel كون s'accorde-t-il متى تتوافق هي متى يطرأ تغيير على هاد les adjectifs de couleur في علاقتها مع الموصوف في علاقتها مع الاسم مع الاسماء إذن كون comporte-t-il un trait d'union متى تحتمل un trait d'union واحد الخطيط صغير خط صغير إذن سنرى ما يلي savoir accorder les adjectifs de couleur معرفة موافقة نعوت اللون في المثال التالي هل سنقول مثلا il a les yeux marrons ou bien il a les yeux marrons إذن عندنا marron avec s ثم marron sans s عندنا marron avec s ثم marron sans s إذن ما هو الصحيح هنا طبعا الصحيح هو marron بدون S إذن l'explication الشرح en règle générale في القاعدة العامة les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent مثلا نقول des yeux bleus des jupes vertes إذن في القاعدة العامة en règle générale les adjectifs de couleur إذن نعوت الألوان s'accordent في الأصل ديالها أنها تتأثر ماشي بحال المثال اللي شفنا في الاصل ديالها انها تتاثر ماشي بحال المثال اللي شفنا il a les yeux marrons sans s في الاصل ديالها تتاثر en genre يعني بالنوع المقصود واش مذكر واش مؤنث لو جون المقصود به واش مؤنث او مذكر اي اون نومبر ثم بالعدد المقصود واش نتكلموا على واحد او اكثر من واحد المقصود واش نتكلموا على المفرد او على الجمع avec le nom مع الاسم المقصود مع المنعوت مع الموصوف في المثال اللي عطينا لي زيو اذا هذا هو المقصود بهذا لو نو يعني انه في الجمع كلمه مارون في علاقتها مع لي زيو يعني كما في المثال انها لم تتاثر لكن في الامثله المواليه بحال الوصف بلو او الوصف فيرت اذا هنا كما نرى انها تاثرت اذا نتكلم عن دي زيو بلو انها زرقاء طبعا اضفنا اس الخاصه بالجمع ثم قلنا دي جيب فيرت دي جيب فيرت اضفنا او لانه في المذكر نقول فيغ ان ستيلو فيغ اضفنا او للتانيث ثم اضفنا اس الخاصه بالجمع اذا كلمه جيب هي كلمه مؤنثه ثم انها جمع اذا فالوصف الخاص بها سيتاثر بالتانيث ساكورد اون جونغ ثم انه يتاثر بالجمع لادجيكتيف ساكورد اوسي اون نومبر دابا غنشوفوا الحاله ديال مارون ماسي لا كولور ولكن اذا كان اللون ديزين اوسي اون اوتر رياليتي ولكن الا كان اللون ايضا تدل على واحد الحقيقه اخرى كوم لو مارون مثل لو مارون او لورانج اذا نتكلم عن لو مارون كما نتكلم عن اللون الكستنائي اذا نتكلم عن لون فاكهه تعرف بهذا اللون إذن بدل استعمال كلمة بني مثلا إذن نستعمل كلمة كاستنائي طبعا لو مارون هذا اسم فاكهة ولورانج أيضا لورانج هذا اسم فاكهة لكن هنا أتينا بهذه الأسماء فقط لنأخذ منها اللون كوم لو مارون ولورانج إذن كما قلنا ميسي لا كولور ديزينوسي اون اوتر رياليتي إذا كان هذا اللون يدل أو أنه يحدد أيضا une autre réalité انه يدل على حقيقه اخرى كوم لو مارون او لورانج يعني انه تدل على فاكهه المقصود ماشي تدل على الفاكهه كفاكهه ولكن يدل على الفاكهه من حيث اللون ايضا نتكلم على لافيوليت لافيوليت هذا اسم زهره اذا نتكلم على لافلور او ليميرود
الميرود مقصود به هو الزمرد. نتكلم عن أحجار كريمة ذات لون أخضر، إذا نتكلم عن اللون الزمردي، إذا نتكلم عن لا بيير، إذا نتكلم عن نوع من الأحجار. إلي أن فاريابل. إذا في هذه الحالة فاش تنستوحيو اللون من فواكه، من زهور، من أحجار أو من أشياء أخرى، نقول مثلا لا كريم، نتكلم في الحقيقة على لون الكريمة، في هذه الحالة تيكون هذا الاسم تيكون أن فاريابل. إلي أن فاريابل يعني هذا الاسم تيدل على اللون تيكون أن فاريابل. نقول مثلا دي جيب مارون كما رأينا، إذا نتكلم عن تنورات كاستنائية، أورانج أو أن ليمونية، أو فيوليت أو أن بلون هاد الزهرة. إذا كما رأينا تكلمنا في البداية على أن أوصاف الدالة على الألوان أنها تتأثر، هذا هو الأصل. نتكلم عن بلو، فيغ، روج إلى آخره، هاد الأوصاف الدالة على الألوان أنها تتأثر بالاسم الموصوف، إن كان مفردا يعني لا نضيف أس، إن كان مؤنثا نضيف أ، إن كان جمعا نضيف أس إلى آخره. هذا من حيث الأصل كما ذكرنا، ولكن هناك استثناءات لبعض الألوان التي تأتي بأسماء أشياء لنأخذ من الألوان. إذا في هذه الحالة هذه الأسماء الدالة على اللون يعني أنها لا تتغير، لا نضيف أس ولا نضيف أ إلى آخره. لكن حتى من هذه الأسماء الدالة على الألوان هناك استثناءات، وهذا الذي سنتكلم عنه هنا. Il existe sept exceptions qui s'accordent toujours. توجد سبعة استثناءات التي تتوافق دائما، المقصود أنها تتأثر. من ضمن هذه الأسماء اللي هي أسماء أشياء والتي تأتي في محل لون والتي تتأثر على عكس الأسماء لأشياء الدالة على اللون، مثلا غوز، كلمة غوز أنها تدل على زهرة لكنها تتأثر على عكس الأسماء الأخرى. إذا كلمة غوز تتأثر، مثلا كلمة موف، مثلا كلمة بورق، إكارلات، فوف، أنكارنا، إفيرماي. إذا كما نرى هاد الأسماء أنها تتأثر، إذا كان الاسم جمعا نضيف أس، إذا كان مؤنثا نضيف أ إلى آخره. فالأصل كلمة موف أن تعني هاد الزهرة، نقول لا موف، كما نرى أنها تميل إلى اللون البنفسجي، هاد الزهرة تسمى لا موف. طبعا نحن الآن نستعمل لون بدل الزهرة، طبعا غوز، غوز تعني هاد الزهرة. فقط هنا عندما نتكلم عن لا غوز فنحن نتكلم عن وردة، ولكن عندما نتكلم عن لا غوز يعني عندما تكون الكلمة مذكرة فهنا نتكلم عن اللون الوردي، لا كولور غوز. إذا نتكلم عن لا غوز، لا غوز يعني اللون الوردي، أما لا غوز فنتكلم عن الوردة في حد ذاتها. كلمة بوبر أنها تخص الأرجوان، إذا نتكلم عن بوبر اللون الأرجواني. هذه المادة تستخرج مما يسمى الحلزون البحري. إذا كلمة بوبر أيضا تتغير إذا جاءت مع الجمع أو المؤنث أو المفرد أو المذكر. إكارلات، إكارلات تعني قرمزي أو اللون الأحمر الخفيف. إذا نتكلم عن اللون القرمزي إكارلات، يقال إنه يستخرج من نوع من الديدان. إذا نتكلم عن إكارلات، فوف تعني أشقر، لكن في الأصل أن تعني حيوان مفترس، ولكن في الأصل أن تعني حيوان مفترس يسمى فوف، لو فوف. كلمة أنكارنا، أنكارنا كاليفي سكيي دين كولور كلير إي فيف انترميديار أنتخ لا كولور دين غوز إي لا كولور دين سوريز. إذا أنكارنا، إذا هاد اللون هذا كاليفي، كما لو نقول يؤهل، المقصود أنه يدل، سوكي دون كولور يدل على ما له لون، كلاه اي فيف، إذن يدل على الذي عنده لون، كلاه اي فيف، عنده لون واضح وخفيف، انترميديار، كما لو نقول متوسط، المقصود أنه يتوسط، أونتخ لا كولور دون غوز، بين لون وردة إلى كولور دون سوريز. نتكلم عن لون يتوسط، لون الوردة الحمراء ثم لون كرزة حبة حب الملوك.
ce qui est d'une couleur claire et vive, intermédiaire entre la couleur d'une rose et la couleur d'une cerise. طبعا في المؤنث نقول انكارنات نقول مثلا لا كولور انكارنات فيرماي كما لو نتكلم عن انكارنا لكنه غامق اكثر منه او داكن اكثر منه كلمه انكارنا اي فيرماي تقريبا نفس اللون فقط ان فيرماي انه داكن اكثر من انكارنا نقول مثلا دي جيب روز نضيف اس لان كلمه روز رغم أنها اسم لشيء ما روز تدل على اسم شيء فإنها تأتي في الاستثناءات السبع إذا نقول دي جيب روز موف أو بورق أو بوربر إكزومبل أمثلة دي لينات بلو أو موف ما دي لينات مارون أورانج أو سوريز دي لينات بلو أو موف طبعا كلمة بلو إذا نتكلم عن اللون هو في الأصل ديالو لون ثم موف ثم كلمة موف طبعا تأتي ضمن استثناءات السبع ما دي لينات مارون أورانج أو سوريز إذا هنا نتكلم عن ألوان أشياء لا تدخل في الاستثناءات السبع إذا نقول مثلا دي زيو بلو فيغ أفيولي ما دي زيو مارون نفس الشيء دي جيب فيرت روز أو موف Mais des jupes marron, orange ou violette. Il a ses jolies chaussures marron. Oh, elle a de beaux yeux émeraude. Elle a de beaux yeux émeraude. Elle a de beaux yeux émeraude. هي عندها أعين جميلة كما نقول زمردية. إنها تميل إلى اللون الأحجار الكريمة التي تسمى بالزمرد والتي تميل إلى اللون الأخضر. الآن savoir accorder les adjectifs de couleur composée. الآن كيف لنا أن نوفق نوعات الألوان المركبة؟ مثلا هل سنقول دي voiture rouge طبعا avec S vif أو نقول دي voiture rouge sans S vif. إذا نتكلم عن سيارات بلون أحمر خفيف. إذا دي voiture rouge vif دي voiture rouge vif. إذا ما هو الصواب هنا؟ طبعا سنقول دي فواتور روج فيف بدون اس اكسبليكاسيون الشرح اون كولور اكسبريمي باغ دو ادجيكتيف غاس انفاريابل نتكلم عن لونين اكسبريمي يعني انه معبر عنه باغ دو ادجيكتيف معبر عنه بنعتين غاس انفاريابل كما يكون عندنا واحد اللون غنعبروا عليه بنعتين اذا هاد النعتين يبقيان ثابتين كما لو نقول لا نضيف لهما ولا نحذف منهما لا نضيف لهما أي حرف ولا نحذف منهما أي حرف une couleur exprimée par deux adjectifs reste invariable aucun des deux adjectifs ne s'accorde لا أحد من النعتين يتوافق المقصود أنه لا يتأثر aucun des deux adjectifs ne s'accorde aucun des deux adjectifs ne s'accorde لا أحد كما نقول من النعتين يتوافق المقصود أنه يتأثر لا أحد من النعتين يتأثر لا تضاف له ولا يحذف منه حرف إكزامبل أمثلة دي كارو بلو سيال دي كارو بلو سيال نتكلم عن مربعات زرقاء سماوية كما نقول بلونين سماوي ما دي كارو بلو إذا عندما نتكلم عن دي كارو بلو نتكلم عن كارو في الجمع إذن أكيد أن بلو ستتأثر لكن عندما نقول دي كارو بلو سيال طبعا لا بلو هو لا سيال تتأثر دي غيدو جون بوسا كما لو نتكلم عن ستائر صفراء بلون الفراخ طبعا الفراخ في الغالب تكون صفراء دي غيدو جون بوسا إذا نتكلم عن ستائر صفراء بلون الفراخ مي دي غيدو جون مي دي غيدو جون ولكن في حالة صفراء وحدها طبعا نضيف اس لاننا نتكلم عن غيدو في الجمع مي دي غيدو جون دي بريك روج فيف اذا نتكلم عن لابنات حمراء خفيفه طبعا لا روج ولا فيف يضاف لها اس مي دي بريك روج ولكن عند الكلام عن روج لوحدها نضيف لها اس نقول مثلا دي تيسيو فيغ بوم
دي تيسيو فيغ قوم. إذا كما لو نتكلم عن أنسجة خضراء تفاح، المقصود بلون التفاح، ما دي بوم فيغت، ما دي بوم فيغت. طبعا في هذه الحالة الأولى فيغ قوم لا فيغ ولا بوم نضيف لا أس، ولكن في حالة دي بوم فيغت طبعا نضيف أو أس، نضيف أو أس، نضيف أو الخاصة بالتأنيث ثم نضيف أس الخاصة بالجمع. الآن savoir كوميت entre d'union entre deux adjectifs de couleur. أحيانا يكون عندنا نعتين للون، إذا متى نضع خطا صغيرا بينهما. savoir كوميت entre d'union، طبعا الخط الصغير يسمى trait d'union. كما نتكلم عن خط الربط، l'union يعني الربط أو الاتحاد. إذا entre d'union entre deux adjectifs de couleur. إذا متى نضع خطا للربط بين نعتين للون، بين نعتي اللون. نقول مثلا des yeux bleu vert، هل نقول مثلا des yeux bleu vert أو bien des yeux bleu vert ب trait d'union، نضيف un trait d'union. إذا ما هو الصواب هنا؟ طبعا الصواب هو الحالة الثانية explication الشرح. lorsqu'il s'agit de deux adjectifs de couleur on met un trait d'union entre les deux. lorsqu'il s'agit عندما يتعلق الامر de deux adjectifs de couleur، عندما يتعلق الامر بنعتي اللون on met un trait d'union entre les deux، يعني اننا نضع خطا للربط بين الاثنين. en revanche بالمقابل s'il s'agit de deux mots qui se rapportent à une couleur on ne met pas de trait d'union. lorsqu'il s'agit de deux adjectifs de couleur on met un trait d'union entre les deux. en revanche في المقابل s'il s'agit de deux mots qui se rapportent à une couleur on ne met pas de trait d'union. اذا ملي تكون عندنا deux adjectifs de couleur، كل adjectif تتعبر على اللون، عندما يكون عندنا نعتين كل نعت تعبر على اللون on met un trait d'union. كما تنشوفوا عندنا الفوق bleu vert، bleu تتعبر على اللون، vert تعبر على اللون. ولكن احيانا تكون عندنا الكلمه الاولى مثلا تعبر على اللون، الكلمه الثانيه بحال فيف بحال كلير الى اخره. نقول مثلا احمر فاتح، احمر داكن، او اخضر خفيف. اذا خفيف ماشي اسم ديال اللون، عندما نتكلم عن روج كلير اذا كلمه روج تتعلق باللون، لكن كلير هي كانها تصف هاد روج، هاد كلمه كلير تتعلق بنفس اللون. En revanche في المقابل s'il s'agit de deux mots إذا تعلقت بكلمتين qui se rapportent à une couleur، يعني أنهما لهما علاقة بلون واحد، à une couleur on ne met pas de trait d'union، يعني أننا لا نضع خطا للربط. نقول مثلا des yeux bleu clair، des yeux bleu clair. إذا كلمة clair n'est pas une couleur، إذا كلمة clair ليست لونا. il n'y a donc pas de trait d'union، إذا هنا ليس هناك خط للربط. ولكن عندما نقول des yeux verts jaunes، des yeux verts jaunes، إذا vert et jaune sont des couleurs، إذا هاد النعتين هما للون. il y a donc un trait d'union، il y a donc un trait d'union، إذا في هذه الحالة هناك خط للربط. نقول مثلا des cheveux marron foncé، des cheveux marron foncé. نتكلم عن شعرين باللون الكستنائي الغامق أو الداكن فونسي. إذا كما نرى فونسي نيه با زون كولور، إذا كلمة فونسي نقول غامق أو داكن، هذه ليست اسم لون. il n'y a donc pas de trait d'union. نقول مثلا دي شوفو مارون روج، إذا نتكلم عن مارون ثم نتكلم عن روج، أكيد أن مارون تدل على لون الكستناء، طبعا هي لن تتأثر بالاسم، لن تتأثر بشوفو، لن تتأثر مثلا كلمة شوفو رغم أنها في الجمع، لكنها تأتي هنا للدلالة على اللون. ثم روج أيضا تأتي هنا كلون حقيقي، إذا الربط بينهما أيضا سيكون par un trait d'union، إذا سيكون بخط للربط. marron et rouge sont des couleurs، marron et rouge sont des couleurs. إذا كلمة marron ثم rouge أتي بهما هنا للدلالة على اللون. il y a donc un trait d'union، il y a donc un trait d'union، إذا هناك إذا خط للربط. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.